الخنساء. تماضر ابنة عمرو بن الحارث أشهر شواعر العرب وأشعرهن على الإطلاق، من أهل نجد، عاشت أكثر عمرها في العهد الجهني وأدركت الإسلام فأسلمت. أكثر شعرها وأجوده رثاؤها لأخويها صخر ومعاوية، وكانا قد قتلا في الجاهلية، وكان لها 4 بنين شهدوا حرب القادسية 16 للهجرة، فجعلت تحرضهم على الثبات حتى قتلوا جميعا، فقالت: الحمد لله الذي شرفني بقتلهم. قالت الخنساء في رثاء أخيها صخر: قذا بعينك أم بالعين عوار، أم ذرفت ابخلت من أهلها الدار، كأن عيني لذكراه إذا خطرت، فيض يسيل على الخدين مدرار. تبكي لصخر هي العبرة وقد ولهت، ودونه من جديد الترب أستار. تبكي خناس على صخر وحق لها، إذ رابها الدهر، إن الدهر ضرار. لابد من ميتة في صرفها عبر، والدهر في صرفه حول وأطوار. وإن صخرا لمقدام إذا ركبوا، وإن صخرا إذا جاعوا لعقار. وإن صخرا لتأتم الهداة به، كأنه علم في رأسه نار. حمال ألوية، هباط أودية، شهاد أندية للجيش جرار. جهم المحيا تضيء الليل صورته، أباؤه من طوال السمك أحرار. لا يمنع القوم إن سالوه خلعته، ولا يجاوزه بالليل مرار. Thank you.